هي مزيانه سواء على الدفاع حكيمي مزراوي الظاهر مزراوي حيكون ظاهر ايسر حكيمي ظاهر ايمن كاين اكرد كاين سيس يعني كاين جواد اليامي كاين بدر بانون فهمتي كاين ضاري يعني تشكيله مزيانه في الوسط عاوتاني كاين عندنا امرابط حارث صابيري فهمتي لعاب اللي موهوبين عندنا حمد الله عاوتاني افا سونتر اللي هو واحد اللعاب اللي تبارك الله كما كنعرفوه لعاب عنده خبره ولعاب اللي مشاكس يعني اللي كان في لعاب فارد راسو في جميع الدوريات لعب فيها يعني غنستافدوا منه بزاف بحكم انه ديجا لعب في الملاعب القطريه اللي هي غيتم فيها المونديال القطري ان شاء الله يعني غتكون واحد التجربه عنده يعني نتمنوا لهم خير اخويا ان شاء الله كما قلت لك الامال اخويا راه ديما كاين غير خاص المجموعه تكون فهمتي مجموعه اللي تكون منسجمه مع بعضياتها وتكون متكامله يعني فهمتي كيسجدوا داك الانسجام وداك الروح الجماعيه بيناتهم على ارض الملعب فهمتي ديك الساعه تكون النتيجه وتكون واحد الروح قتاليه واحد غرين طال كيلعبوا بها اخويا في ارض الملعب ديك الساعه ان شاء الله النتيجه غتكون ونشوفوا انهاء لدوك الهجمات اخويا كما كتشوف دوك الماتش الودي اللي شفنا راه كان واحد الاداء اللي هو جميل وكان واحد المؤهلات التقنيه مع اللعابه كاملين اللي هما طوب تبارك الله حنا عارفينهم اصلا هما طوب في المؤهلات التقنيه ديالهم ولكن اخويا كيف ما شفنا كيضيعوا بزاف د الفرص وبزاف التسديدات على المرمى فهمتي اللي ما كيكونوش مأثرين يعني ملي غتلعب ضد منتخبات كبار بحال بلجيكا ولا كرواتيا يعني راه عندهم واحد الانهاء الهجمه يعني شي طالع بزاف فهمتي تقدر تجي فرصه وحده تعطيه المساحه اللي ورا ضيقه يسد على المرمى يقدر يماركيها لك العكس ديالنا حنا كنشوفوا داك الاداء المميز بزاف ولكن راه كما قلت لك ما كاينش واحد الانهاء ولكن حنا نتمنوا لهم خير ان شاء الله في هذا العام هذا ان شاء الله السلام ديالي لهم هما انهم يعرقوا لنا على التوني هذا ان شاء الله التوني اللي عنده واحد القيمه ويكون عندهم واحد الكرينطه وسط الملعب والتوني المغربي راه كلشي عارفه اخويا راه واحد اللوغو اللي تبارك الله راه القمم ديالو راه اول منتخب تقريبا عربي كيتاهل دور الثاني خاصهم يعرفوا القيمه مزيان ديال التوني اللي لاعبين بها اخويا ويجسدوا لنا ديك الروح القتاليه على ارض الملعب وان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق لا بالنسبه للعاب لا بالنسبه للوالد الركراكي وحنا مساندينهم بكامل الطاقه اللي عندنا واللي طلبوه منا ان شاء الله حنا معاهم حنا مكرهناش اخو نتبعوهم حتى القطر كنعرف الظروف كي دايره الغالب الله والمعيشه وكذا انا على عين بهذه التشكيله اللي بلات جديده انا عاد سمعتها في الخبر الوالد الركراكي يعني غير وضاف شي عناصر جديده بالاخص من صالح ديال الوليد على راسهم كاين وقيله تكناوتي وحيد شي وحدين حيد مثلا البعدي وشي عناصر اخرى ولكن هادو راه ماشي معنى تيقول تحيدوا راه ضاعوا ولا راه ما تيعرفوش راهو قداو الرساله ديالهم وفرحونا الله يرضي عليهم غير دابا هذا وليد الركراكي يعني بغى يعطي حتى هو البصمه ديالو وبغى يعطينا شي حاجه جديده في الفريق الوطني بالنسبه للتشكيله الناس اللي ضاف على برا وهذا الشيء اللي دار دابا واحتفظ بشي عناصر مثلا هذا حكيم جياش اللي رجعوا لينا حتى هو هذا غادي يكون خير ان شاء الله وحنا راه فرحانين كمغاربه واحد اللي تيقول ولدي اذا اردت ان تنظر الى حضاره امتك فانظر الى فنها ورياضتها الرياضه ديالنا دابا مسؤول على يد هذا الركراكي والناس اللي من موراه يعني كاع المسؤولين غادي يديروا لنا شي حاجه اللي غتفرح المنتخب ان شاء الله ماشي غير المنتخب حتى باقي رياضه التمرير والمجتمع المغربي المدني والعسكري كلشي غادي يكون فرحان ان شاء الله ان شاء الله ذاك الواجب الوطني اللي عند الركراكي والوطن يعني الناس الجمهور اللي هنا وطنيين باغيو هذا حمد الله ها هو البالي هما الدعوه ديالهم وقال لهم انا غنجيبو لكم ولكن حيت كيعرفوني كيعرف المستوى ديالو وغادي يكون فيه خير ان شاء الله ها هو غادي يرجعوا جوج عصافير بحجره واحده يعني غادي يقضي الغرض ديالنا في المجتمع المغربي لان البالي هما غرض وفي نفس الوقت غادي هذاك حمد الله غادي يبين توا على الحنكه ديالو يبين على المجهودات ديالو وغادي يكون خير ان شاء الله السلام عليكم كنتمنوا من التشكيله هذه الجديده اللي قدمنا السي الركراكي نتمنوا ان شاء الله يعطوا هما في الجهد اللي عندهم ان شاء الله وبغينا التوني ديالهم يعرقوا القلب ديالهم يتقاتلوا كل روح رياضيه ان شاء الله وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم